تعالوا نروح للمؤتمر الدولي الثاني للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات. ده ضمن المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر، وفي إطار استعداداتنا كدولة لقمة المناخ COP27. احنا معنا على التليفون دكتور عبد المسيح سمعان، الخبير البيئي وأستاذ العلوم البيئية. أهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا استاذ يوسف، بالساده المشاهدين اهلا بحضرتك. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم، ربنا يخليك. دكتور انا يمكن جزء مهم جدا من اسم المؤتمر هو مساله الاداره الذكيه للمخلفات. تمام. ده حاجه لفتت نظري، يعني ايه اداره ذكيه للمخلفات يا دكتور؟ اداره المخلفات بتعتمد على عدد من الاشياء. الاداره الذكيه هنا احنا بنعمل منظومه متكامله بتبدأ من الفصل من المنبع وتدور حول العمليات، ثلاث عمليات أو أربع عمليات أساسية. أول حاجة ريديوس اللي هي قفز المخلفات، ثاني حاجة ريوس إعادة استخدام المخلفات، ثم ثالث حاجة الريسايكل اللي هو التدوير. هنا هتبقى من خلال، إحنا حضرتك تذكر إن إحنا كان عندنا شركات أجنبية لفترة ما في مصر. النهاردة الحمد لله بعد إصدار فخامة الرئيس القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات، هتتحول كل إدارة المخلفات إلى إدارة مصرية تماما، بتعتمد بقى على التكنولوجيا الحديثة في عمليات الفصل، في عملية التدوير، في عملية المصانع، في عملية الاستثمارات. كل ده هيتحول بإذن الله في مصر وهيكون له، وانت عارف حضرتك طبعا ان المخلفات دي ثروه وليست نقمه لو طبعا احنا قدرنا نستخدمها بشكل جيد وبشكل ذكي زي ما حضرتك تفضلت. بتجيب فلوس كتير، يعني اللي يشتغل في مساله التدوير ده او الريسايكلينج بيكسب مبالغ كبيره مش هزار. جدا جدا، ده احنا عندنا شقين، انت بتحافظ على الموارد اللي موجوده وفي نفس الوقت بتكسب، وفي نفس الوقت الحاجه الثالثه بتقلل التلوث. طبعا. ودي فكرة التنمية المستدامة، انك انت بتحافظ على الموارد بتاعتك، بتقلل من المخلفات. هذه المخلفات كانت ممكن تتحرق، كانت ممكن تبقى موجودة في الشوارع تنقل للناس الامراض، كل ده بنحوله من نقمة الى نعمة، ويعني بفلوس وحفاظ على الموارد وحفاظ على البيئة في نفس الوقت، وبتحللنا كمان مشكلة المناخ اللي احنا واعيين فيها حاليا. طب دكتور، يمكن على رأي الجماعة الأجانب كده on a scale from 1 to 10 بقياس من 1 إلى 10، نقدر نقول إحنا في مصر قطعنا قد إيه في مسألة الإدارة الذكية للمخلفات، في مسألة دخولنا للعالم الأخضر إذا صح الكلام يعني؟ أعتقد إن إحنا يعني قطعنا شوط لا بأس به، ويعني مش عايزين نقول درجات معينة يعني بالعلم يعني، لكن احنا قطعنا شوط كويس جدا. احنا ماشيين، مصر الحقيقه ماشيه على مسارات متعدده جدا في عده قطاعات، سواء كانت المخلفات وخصوصا طبعا في اطار COP27. احد الاليات الاساسيه ان احنا يعني اداره المخلفات سكه، استخدام الطاقه الجديده والمتجدده سكه، وكل ده ماشيين في مسارات. الحقيقه مصر عامله مجهود رائع جدا جدا في ملف سواء كان مخلفات، سواء كان المناخ، سواء كانت الطاقه، كل ديت ملفات ماشيه فيها. قاطعين كام؟ اتصور ان احنا يعني مش عاوزين ارقام، لكن اتصور ان احنا قاطعين اكثر من 50% او 60% في مسارات كثيره جدا يعني. في فتره قصيره جدا ووجيزه جدا. انا بشكرك جدا دكتور عبد المسيح سمعان، الخبير البيئي واستاذ العلوم البيئيه. في فتره قد كده قد كده قطعنا شوط ضخم جدا في هذا الملف.